يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رأيت الناس في مكة يتعلقون بجدار الكعبة من الحجر الأسود إلى ما بعد باب الكعبة، هل هذا وارد؟ هذا فعل الجهال أو المخرفين، ولا يجوز هذا. الكعبة ما يتعلق بها، وإنما يطاف بها وتستقبل في الصلاة، وأما التعلق بها هذا لا أصل له، إنما الحجر الأسود هو الذي يستلم ويقبل في الطواف، كذلك الركن اليماني يستلم يعني يمسح ولا يقبل، وأما بقية أركان الكعبة أو جدرانها فلا تمس ولا يتعلق بها. نعم.